عندي إلكن ثلاثة أسئلة واضحة مهمة مباشرة. أولاً، شو هو التيم اللي حضرتكم متابعينه في نظامكم الغذائي؟ ما فهمتكش. حب يقول الماكلة اللي نحبوها. احنا نحبو ماكلة نوعو دجاج، لحم، سمك وما شابه ذلك. وفي الحلويات عندنا نحبو شارك، بقلاوة، قنيدلات وما شابه ذلك. سوري استاذ، الظاهر انك ما فهمت علي. انا حابب اقول لك شو هو تام، يعني الستايل، يعني الاسلوب. شو الاسلوب اللي متابعينه؟ اسلوب عادي نورمال. احب يقول احنا نحبوا الاطباق التقليديه تاع جدودنا والعصريه حتى العالميه. وزيد انا بعتمد اساسا اسلوب الطبيعه، يعني كل شيء صحي 100%. قلت لك شيف طب عنده ثلاث نجمات ميشلان. خيار الشيفات. ثانيا، كيف بتحددوا اطباق الاسبوع؟ على حسب الماكله اللي توحشوها. حسب المناسبات، الاعياد، المولود. بصح بالجمعه نديروا كسكس ولا رشته. صح، الكسكسي بعرفه كثير مليح، بس الرشته ما حصل لي شرف. راك طلعتي شيف كارلوس رشته. شو هيدا؟ تشتغلي من دون قفازات؟ ثالثاً، ديتوكس كم مرة بالسنة؟ وش دخل في ديتوكس المغرب؟ ديتوكس الرجيم المحي. احنا ناكله صحي، ما كله ديتوكس. سؤال مباشر، حضرتكم عملتوا حسابي؟ لأنه أنا ما بقبل بأقل من 300,000 دولار كمدخول سنوي. دارنا حسابنا وقريت شروط. اخي هدو، من ضمن الشروط طبعا. خلاص. بهيك اجوبه، واذا فهمتوا اني ما بسمح لحدا يتدخل في خصوصيات شغلي، فانا بقبل اشتغل عندكم. مبروك عليكم. صور مبروك علينا. قبل الماحي. قبل. هو هذا ماشي كيما اللي شاف الاخرين، يبان واعر واعر على روحه. حتى هو لازم نحاوزه. صبري حتى نعرفوا نقاط ضعفه الساعة، ومن بعدها ساهل دقيقة ما يزيدهاش في هذا الدار. تفضل، هذا هو المطبخ تاعنا. البوراتوار صغير شوي. صغير لكن ما في مشكلة. نقدم لك سكينة، هي المسيرة العامة تاع المنزل، بديعة المساعدة، وهذا هو الفريق تاع المطبخ، أكيد حيعجبك. كيف مرتبين البوراتوار؟ ما في ذوق. ذوق مزوقة مليح، وش يزيد؟ يعني تقدر تبدل على حسب الذوق ديالك، ما كان حتى مشكل. أكيد مدام، لأنه ناقص طبيعة ولون أخضر مشان يعطونا إحساس بالوسع والراحة النفسية. شيف، من هنا طلع للطبيعة، وها البستان كله أخضر. أول شيء نبلش فيه هو الفريق. هذا باين حيخدمنا بزاف. أنا نهضر معنا زوز زيت لي في الشعرية. وجودكم ما إلو لزوم، تفضلوا مشكورين. هذا قبيح، مازال ما بدينا يشكر فينا مسكين. عمار، رانا محاوزين. مشكورين. أكيد مدام. شكرا. We'll be right back.
سامة. عكم صحتك. السلام عليكم. شافك لي عزارتنا بركة. الله يسلمك. عيط لي، لقيت لي زابيل تواك. أنا عيط لك؟ لا لا غلط. مالا لي زابيل قدم عاودوا طلعوا واقيلا. شاف نستيكيك بسندويتش كارونتي طه الدوي خرجت. لا لا صح صح يعطيك الصحة. نديرو قهوة. مالا خفيفة راني مزروبة. حقو روح تشوف بلاصتي. هلي لا 25 سنة وما ياكلوا على يدي، حياتي كاع في هذيك الكوزين. بصح ما يلقاش واحد خير مني. هو لقاو على حساب واش قالوا لي، جابوا واحد شاف يطيب واحد لي ميثود اللي نتوما ما تعرفهمش. معليش سيدي، طيب التورنو ديسك و دو زوتيس دولار معاه في الكوزينه. شيري لي تاع طياب واش بك شاف؟ شد قلبك يا بابا، يخلص بالدولار. بالدولار صح يا لالا زهر صح. بصح نستاهل لافوت تاعي. لا لا ماشي لافوت تاعك، لافوت تاع الشعره اللي ما طاحتش في المكان والوقت المناسب. شاف ودوكا واش راك حدير؟ واش ندير؟ إيه؟ ما تخافش عليا، لي بروبوزيسيون من الله. هلا هيا السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. شاف واش تقول لو كان نهضر مع عمي منصور ويجيبك تخدم معنا لهنا؟ انا نخدم هنا في الكركوطة. هالدفاتر مشان تسجلوا فيهم تدخلاتكم، اسئلتكم وملاحظاتكم، فيكم تتواصلوا معي على الانستغرام تبعي على الخاص. اوكي اوكي اوكي. بدنا نبلش من الدرس الاول. واحد، الدسم. شايفين هدول طبق الفراخ المتحمر بالزبدة وعلى نار كتير هادية، وهاي الكفتة مع صلصة البيشاميل والموتارد، وشوفولي هاي الشوربة العايمة وسط الزيت، كتير بيشهموا هيك؟ يشهي برك زهور، هذا الشاف تاع الصحن تستعرب بيه. قلت لك المحي هايل. وعندنا كمان من هاد السكريات، هدول الحلويات المقليين في الزيت والمعسلة مباشرة. وشوفولي شوفولي هاي الشامية اللي عليها شو؟ اقل باللوز، باللوز والبيستاش. برافو عليك، شفتوه منيح مو هيك؟ شفنا شفنا، مازال غير ما دقناش. يما فكرني في يامة رمضان. يما انا جا تقدش نوضو الطابلة. هدول بالضبط الأكلات اللي عمركم ما راح تفكروا تاكلوهن، خطر على الصحة وسبب هلاك نصف البشرية. السلام عليكم. شنو هو سبب هلاك نصف البشرية هذا؟ هادو دجاج محمر وقلب اللوز. حلفي. حلو، التأخر مو مسموح. أوكي أوكي، بصح أنا كنت خدام وما على باليش بلي نقراو اليوم. تفضل. الحلو هاي تقعد. أنا أختي ما كان لها نشد كلش في راسي. الحلو شدهم وتبع. الخيار كتير غني بالفيتامينات والمعادن ومصدر مهم للألياف ويسهل عملية الهضم. زهور نضلوا نشوفوا التصاور ونقراوا هكذا. المحي اصبر، كل شاف والطريقة ديالو. يما هي مليحة الواحد يعرف شو ياكل، بصح ماشي هكذا بزاف. عصير النعناع كتير مليح للغدد وتقلصات المعدة وبيفتح الشهية. إذا الشهية ما تكسرش راسك، أنا شوية جيعانة. صح. اليوم فينا نوقف هون، وهالدفاتر فيكم تحتفظوا فيهم للدرس الجاي. تما فيها فرط فجائي. الحلو. بعد إذنكم تفضلوا على السفرة. صدعوا قراي خضراء تقول جردان ديزي. اوه
شلون ضايع؟ شاف انا كي نشوف هكذا الطبق الرئيسي السود يكون طوب. استاذ محي الدين. نعم. هيدا هو الطبق الرئيسي، عشا خفيف وكتير صحي. بس هذا ماشي خفيف، ما كاش كاع. مدموزيل منو سيريو الشاف؟ ما كاش تصويت؟ ايه تقبرني كل شيء على الطاولة. هكذا انا كل شيء اللي تقبرني. ما تتقلقوش، الشاف على بالو شو يدير. كيف ما تقلقوش يما؟ ناكلوا غير شلاضة في العشاء. انتم من اليوم تحت بروجرام ديتوكس لمدة اسبوع، لازم جسمكم يتخلص من كل السموم. احلى الاطباق والوصفات نتعرف عليهم لاحقا. ما عنديش سموم انا. امانه. اذا احتجتوا اي شيء فيكم ترنوا الجرس. صحتين وعافيه. شكرا شيف. سمعنا منو بصح؟ انا خويا وكلني اليوم وقتني غدوه. ما تعرفوش صلاحكم، لا ديتوكس بزاف مليحه. دوك تشوفوا شعركم ولا بو ديالكم كيفاش يولوا منا على سمانه. يما شعرنا ولا بو تاعنا راه ملبس عليهم، كرشنا اللي يتصفر. نرجس ملي شو كدير الخبز. Good morning, good morning everyone. يلا قوموا. استاذ محي الدين، مدام زهور، يلا قوموا. Good morning. زهور وشنو هذا؟ المحيط هي الخمسة ونص، نوض ما لازمش يكونوا روطار. وعلى وين نروحوا؟ نشربوا قهوة. خمسة ونص. محي الدين نوضة. Good morning أنسة فضيلة، يلا وقت الفطور. استاذ حلو، Good morning، وقت الفطور. يلا يلا قوم. فطور. نوضوا فينا صباح ربي. شيف كارلوس عم يقول لك عجل. هذا مش عجل، هذه معزة. هاكي الحليب سخون. شكرا. شكرا كي تخلصي. شحال وانا نقول للزهور نديروا المعيز البراك والدجاج وما خداتش راي. بصح البراني خدات راي. يخي يخي فاميلا يخي. حليب المعز أهم ركيزة حمية في البحر الأبيض المتوسط، بقوي المناعة. فيه 30% من الكالسيوم المطلوب في الجسم يومياً، ويحسن عملية الهضم. إيه يحسن بصح وش نهضمه؟ يما دوا حليب المعزة قاصح بزاف. دكتور فيه بنتي فيه بزاف الفيتامين. مزبوط مدام. صحيح ما واحد ما هو مريض، علاش هاد الشيء كاع؟ في الكون عصير الجزر، ولكل واحد منكم قطعتين شمندر. اوه انت وش معناتها شمندر؟ قطعه في يابا. يقولها بالعربيه. صباح الليل عليكم. لحلو هذا وين؟ تعشاكم باريسيان. هي الخمسة تاع الصباح. السرادك تاع الحموم مازالهم راقدين. ما كاش قهوة؟ ما كاش. كاين حليب تاع المعزة. مادموزيل. أنا خاطيني العفايس تاع الخضور والحليب تاع المعز، جيبي لي قهوة. في كوبلي تكون معصورة مليح في الحين. شو هاي كوبلي؟ هو كوب من الورق. يستعملوا السي الحلو خصيصاً لشرب القهوة. بيبر كاب. استاذ حلو. لا حلو ماشي حلو. واجب على كل أفراد العيلة اتباع قوانين بروجرام تبعي، وطول ما أنا هون ما في بيبر كاب. أوكي أوكي. ملا أقول لكم صحتكم بطراب، وهاد جيو تاع القريوصات. أنا نروح الحومة نضرب قهوة مع الصورة كيما نحبها في قوبلي. حلو ناحي دايما هكذا. كل شيء تمام؟ تمام. صحتين وعافية. اوه شمندر يا ناو 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 ي
شكو ديرونا واش كاين؟ رانا مقربين. مقربين؟ علاش غير الخير؟ غير الخير يا عجب، شحال من عام وانا خدامه هنا بقدري وشاني، يجي هذاك الشاف يحوزني. واش من شانك خير يا لالا زرق داك خطرات بهدلك؟ على صلاحي انا مانيش فاهم كيفاش خالتي زهور راهي سكتلو. لو كان عطا ربي، لو كان راهي مدام لالا زهور هي اللي تحكم بحكامها، ماشي هو يحاوزنا وهي ما تقول حتى كلمه. قالت لها حتى هضره. انا سكينه مديره شؤون البيت، يقولها ما تدخلش الكوزينه. هو بزاف عليه، انا بداو يطلعوا لي زناره. اي خلاص كرمي روحتيكم، غير خالتي زهور اللي ما تسمحش فيكم. ما تسمحش فينا خين انت ومنعوك من قبلي. اه صح، لو كنت تاخذوا برايي ديميسيونيو. خلاص خلاص اسمعوا كلمه روحتكم، راهي جايه دوك السيور يقولوها بالعقل. شكون اللي ديميسيوني؟ خالتي زهور اللي جا شاف كارلوس دعوه راهي مخروبه، وتاخذي برايي غير شوفي معاهم راهم لهنا. انا ما حاوزت حتى واحد فيكم، عبالكم ايش جايبه خبره؟ جبت لكم ثلاثه للشاف صابوتيتوهم، اما الشاف كارلوس راح يتحملوه وتسكتوا خلاص الهضره. حتى انا قلت لهم هكذا. حملوه ما فهمت علاش ما يحوزوش. باش يمتزو على صحابتها وتقول لهم جابت شاف عنده 3 ايطوال ميشلان. وأموار انا سير ما لقاوش شعره في الماكله. وش بكم البنات؟ والو شفتكم في العشاء ما كليتوش؟ يما اصلا ما كان كاين والو كالعاده. نقول لك الصح يما، الشاف هذا ما خرجش علينا. شيف كارلوس يستعرفوا به مونديالما، ما عجبكمش تعودكم. يعطيك الصحة اخويا، مرحبا بك في كل وقت. الو يابا، او الحق العشاء دوك؟ انا عند منور. هاني جاي. يعطيك الصحة كارونتينو، نتاع لي زوم بلا مزيان زين. خلاص هادو ما الحشاوش، شاف كارلوس والطبيعة. اليوم العشاء برعاية عمي منصور. أنا جامي قلت بلي نفرح كي ناكل ساندويتش. شفتي شحال بنين؟ البوني هذا شحال مليح، خير من الفيونداش. بوني ماشي بوني منور. المهم إذا فاقولكم مانيش معاك. ما بصح باش تاكل راك معانا. ماشي كيف كيف. تشخ تشخ تشخ، خبي 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 كلش. ماسكي. إذا حوسوا عليا مانيش هنا. ما تخافش المنور، هذا ما يكون غير يابا، أنا عيط له. بصح علاش تقولي له دوك يبيع لي يما؟ غادني مسكين، راهو يموت بالشر. قلت أمو نعيط له ياكل معنا كاش حاجة. معليش، دوك نبيعهم، اسمو خبوا لي بحال هنايا. كلمة السر. خبز مسوس. اسمع، ياك واحد ما تبعك هنا ولا؟ آه.
مكتوب. أوه صحتكم يا با تاكل؟ يا بنتي ميت بالجوع على جيت. اقعد. شوف هاك احضر بسندويش تاع عمي منصور دوخ بالبنه. صحتكم. واش كاين؟ شكون جوا تبعك ولا حاجه؟ نور نور افتح الباب. افتح انت افتح انت. نور نوض. لي صلاة صلاة. كلمة سر. افتح ولا نحوزك. زهور يا جينا نقلو على منور. خير وش به؟ جيعان. لحلو. فيونداشي ولا بولي؟ بولي سمارينيا هريسا صوص ميزة فضيلة طرد قلبي ضاعة. ها طلعتينا ورجعي لي خبر على البنة. البنة شاف كارلوس. ها هاي البنة خير من الماكلة تاع شاف كارلوس هذاك. الله يكارلوس يلو يا مات وجه الله. هيك لكان كلهم مجتمعين هناك عم ياكلوا السندويتشات. يمكن نحن ما نجحنا بمهمتنا. شو اسم الشاف اللي كان قبلنا؟ الشاف أكلي. اللوبيا بكرة عيلي هي محجوبة. زيدي لها شوية طماطيش. ها واروحي تعسي القدرة. يا لحلو الكمون صح شافية اللي تعرف الآخر مني. أنا عم وش تاكلو؟ وش كاين خو؟ كالعادة شوربة عدس لوبيا لوبيا بكرعين شتيت حال سان لابيري الرز ولي زابا ولي ساندويتش فريت فريت اوملات كارانتيطا. شاف أكلي مو هيك؟ حقو هكاك شد لاكومود. نعم شكون انت؟ هذا شيف كارلوس اللي جبتو خالتي زهور. ما فهمتش واش جيت دير لهنا؟ اه وي ما كفاكش اللي ديت لي بلاصتي راك جاي تستشفى. ابدا مو هيك جيت مشان خبرك اين عائله فشوش مو مستغنين عنك وما بدهم حدا يطبخ لهم غيرك. ما فهمتش يعني فيك ترجع على شغلك واصلا انت مكانك مو هون. في هذي عنده الحق. تقدر تروح هم يستناو فيك. مطلوع يا ليلى مش انا اللي قلت لك هذه الماكله تاع الصح ما تقول لي والو. سيوتي بنا هذه وش بك شافك لي وحش الله يسلمك. انعم الحاله راهي شويه مبدله. وش طيبت لنا؟ عندنا شوربه عدس لوبيا لوبيا بالكرعين شتيت حجاج شتيت حلسان لابيري الروز لي زابا ولي ساندويتش. وش تاكلوا؟ واش نضلوا نعاودوا الحلو هاك شد لا كوموند خليت تزيد فوق النار. الفريتو والحميزه خالصين من عند لا ميزون. هيا بصحتكم. هيا مالا راكم شاف واش تاكلوا؟ مدام فضيله الحميس بومبا. شاف زيدنا لي صوص وقرع زيت زيتون. ابعت عمار يجيبو. عمار ضل جالس واش ندير لكم؟ اهلو نحكي ما ترالي قصه مثل